اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل الدرس الثالث من شريط الكروشيه او حبل الكروشيه. هنعمله النهارده بطريقه تانية، بغرزه تونسيه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. شكلها حلو وجميل، هيكون حلو لو عملتوه ايد للشنط او حملات للفساتين والبلوزات كده. شكله حلو، هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. انا هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. هعمل عمود بلفة في اول غرزة انا بدأت بيها هنا كده بالشكل ده، وهيبقى عندي الفراغ ده. هرتفع 4 سلسلة كأول عمود بلفتين، هلف الخيط مرتين على الإبرة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هدخل داخل الفراغ اللي هنا وهعمل عمود بلفتين. وتاني هلف مرتين الخيط على الإبرة، وداخل الفراغ هعمل عمود بلفتين. وكده بقى عندي 3 عمود بلفتين وأول 4 سلاسل ارتفاع. دي أنا مش هشتغل بيها، احنا هنشتغل هندخل الإبرة بالفراغ اللي بين العمود الأولاني اللي أنا عملته وال4 سلاسل اللي أنا ارتفعت بيه. هلف الخيط على الإبرة كده بالشكل ده، هدخل في الفراغ اللي هنا اللي احنا قلنا عليه، هلف الخيط كده هسيبه على الإبرة، هلف كده 5 مرات، 2 3 4 5. دلوقتي هسحب الخيط من اول كده، بس هسحبه من اول غرزتين مع بعض، وفي التاني هسحب من 3 غرز مع بعض كده بالشكل ده كده 3 غرز. لغاية ما يفضل عندي غرزتين في الأخير هسحبهم مع بعض كده، هيطلع عندي الشكل ده. دلوقتي هعمل 3 سلسلة، 2 3، هعمل عمود بلفة، هدخل بالفراغ اللي أنا عملته في البداية هنا، هعمل عمود بلفة بس مش هقفله، هسيبه على الإبرة كده. وتاني هيبقى عندي 3 خيوط كده على الإبرة، هسحبهم كده مرة واحدة بالشكل ده. دلوقتي هدير الشغل، وشغلنا هيبقى بالفراغات اللي هنا. هرتفع 1 2 3 4، هلف الخيط مرتين على الإبرة، هدخل بالفراغ اللي هنا، هعمل 3 عمود بلفتين في نفس المكان هنا. كده اهو، بالشكل ده. هسحب تاني الخيط، هلف الخيط على الإبرة، هسحبه، هسيب ال4 سلاسل، هلف من ال3 عواميد اللي أنا عملتهم، 1 2 3 4 5. وأول واحدة هسحب من غرزتين مع بعض، والباقي هسحب من 3 لغاية ما أوصل للنهاية، هسحب من مرتين مع بعض. آدي 3،
بالشكل ده. وتاني حرجة اعمل 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهعمل عمود بلفة ومش هنقفله هنا بالفراغ اللي هنا كده. هعمل تاني هسحبهم مع بعض بالشكل ده، هدير الشغل الاربع سلاسل اللي انا برتفع بيهم هم اللي هيكونوا الفراغ اللي انا هدخل بيهم السطر اللي بعديه التلات عواميد بلفتين. 1 2 3 4 هلف الخيط مرتين على الإبرة زي ما انتم شايفين كده، سهلة خالص ويديكي نتيجة جميلة شكلها حلو، وكمان لما يكون حواف لشغل الكروشيه هيبقى تحفة. هنسحب الخيط 5 مرات، 2 3 4 5، هسحب الخيط من أول 2 كده مع بعض، وبعدين هناخد اهو 3 وتاني 3 وتالت 3 ورابع 3، بيفضل عندي 2 نسحبهم مع بعض كده. بقى عندي بدأ يبان الشريط اهو زي ما تشايفين. هرتفع تاني 1 2 3، هلف الخيط على الإبرة وهنا في الفراغ اللي هنا هعمل عمود ومش هنقفله، تاني هناخدهم مع بعض كده وندير الشغل. وانا هعملها لآخر مرة، 1 2 3 4، اتنين تلاتة، هلف الخيط على الإبرة هسيب الأربع سلاسل اللي أنا عملتهم في البداية، هدخل بالفراغ اللي هنا بين السلسلة اللي أنا عملتها والعمود، هسحب 5 مرات كده بالشكل ده، 2 3 4 5، وبعدين هنسحب من أول غرزتين كده، وبعدين هنسحب 3 مع بعض اهو. عندي هنا 1 2 3 4، هسحب من 3 كده، هيفضل 2 في الآخر هسحبهم كده. هرتفع 1 2 3، الفراغ اللي هنا هنعمل العمودين بلفة ونسيبهم كده على الإبرة ونسحبهم مرة واحدة كده. أنا هنهي الشغل أهو بالشكل ده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل عليكم، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.